خفى العددية لصالح نادي توتنهام. ترجع تاني الكورة لصالح البلوجرانا في نص الملعب. روميو عايز يلعبها ناحية اليمين بوشر الخارجي، تتلعب حلوة قوي عند أراوخو وياخد له مكان. روميو عايز يلعب البينية، تتلعب البينية، سرعة سرعة ممكن يوصل للكورة، وصل لها رافينيا، عايز يلعب العرضية، الهدف الأول ليفاندوفسكي، ومين غيره الهداف ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول لصالح نادي برشلونة. يا دوب ما خدش 3 دقايق برشلونة علشان في الاستعدادات الأخيرة يقدر يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف من أول محاولة. يعني بص الإحصائية اللي طلعت على طول، شوتس اون تارجت، أول فرصة على المرمى بأول هدف، عرضية كانت من رافينيا، والنهاية رافينيا دياز صاحب 26 عام البرازيلي. بص اتاخدت ازاي لما اتلعبت البينية من أوريول روميو، اتلعبت حلوة قوي واستغلال لسرعات البرازيلي، وبص عدى ازاي، عدى ازاي بسرعته يا ولد يا رافينيا، وبعد كده يعدلها على شماله بترقيصه حلوه باسيست بكره عرضيه، وليفاندوفسكي خلصها في المرمى بهدف اول في اللقاء يا دوب في اول دقيقتين. في اول دقيقتين على طول الهدف الاول، البطوله 58 خوان جامبر. هي مباراه استعراضيه استضيفها برشلونه في غصن الكوره، ولكن توتنهام ايضا بيلعب على الاستحواذ، بيلعب على عمليه البيلد اب بشكل سليم على الارض توصل الكوره عند بيسوما. بيسوما في نص الملعب مره ثانيه تتلعب عند سيرجيو لبريزيتش، يا ولد يا ولد يا ولد، في الطرف الشمال التكمله، وادي العرضيه، لا يا راجل تترد بهدف التعادل، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف التعادل، تخبط في القائم وترد والفولو موجود وهدف التعادل موجود وواحد واحد. لكن الهجمة من أولها حلو، بدأت فعلا من لوسيلسو يلعبها في الطرف الشمال لسيرجيو اللي كان منطلق يلعب الكرة العرضية، ولكن سكيب أوليفر سكيب يقدر يسجل هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 24. دي الكرة اللي جمهور توتنهام مستنيها مع أنجي بوست كوجلو المدير الفني. بص التكمله ازاي، بص الباك باس معمول ازاي، وادي الكره الاولانيه تتحط في الطرف الشمال من لوسيلزو، ولكن تترد تاني بلمسه اخيره من سكيب بهدف لصالح فريق توتنهام. لوسيلزو يحطها ولكن تترد مره تانيه من القائم الايسر، وكانه عمل 1 3 ما بينه وما بين سكيب، وسكيب بالقدم اليمنى، هدف بالقدم اليسرى لصالح ليفاندوفسكي، وبالقدم اليمنى تترد. وبص فيكاريو، بص رياكشن فيكاريو حارس مرمى توتنهام داخل التوتنهام. روما ايضا شارك، نابولي، الانتر، الميلان، بارما كان شارك. هذه كل ان الالماني كان فاز مرتين، وده الفريق الوحيد اللي فاز بالبطوله دي، اكتر تاني نادي يفوز بها، لان برشلونه حصل عليها 45 مره، كولن كان حصل عليها مرتين، غير كده في انديه كتير فاز بيها. لكن نشوف بقى بيريزيتش، بيريزيتش اللي عايز توتنهام يفوز بالبطوله، تتلعب الكره العرضيه اول، يا ولد على العرضيه، وهو سكيب هو اللي عارف الطريق، هو اللي عارف الجي بي اس، سكيب ولكن من العرضيه من الجبل يسرى، جابها يسرى من نار، سواء كان لاعب ايفان بيريزيتش او ايضا سيرجيو ريجلون، واوليفر سكيب بيجي من ورا لقدام من الجبهه اليمنى ويقدر يسجل هدف ثاني لصالح توتنهام. اخذ الثقه خلاص، الاسترالي اخذ الثقه، ومع تشافي، تشافي في خامس اللقاءات الودية قبل الاستعداد لموسم قوي، استعداد لموسم جمهور البلوجرانا مستني الكثير من تشافي المدير الفني لصالح نادي برشلونة. لكن بيريزيتش يا ولد يا ولد، تقول لي عنده 34 سنة، عنده 35 سنة، ولكن بيريزيتش لعيب بيتألق مع توتنهام سبيرز. ايفان بيريزيتش صاحب ألقاب كثير، عنده لقب الشامبيونز ليج، بص باليمين يعمل اسيست، بالشمال يعمل اسيست، لاعب الانتر، لاعب البايرن ميونخ، لاعب فولفسبورغ وبروسيا دورتموند وكلاب بروج، نجم من نجوم المنتخب الكرواتي ايفان بيريزيتش، اسيست من جديد. اريك جارسيا ويامال بينزل، يامال بينزل مكان اريك جارسيا رقم 27. ايضا اندرياس كريستن كان في شك انه يشارك في اللقاء للاصابه، من ضمن سكواد نادي برشلونه. والكره من ناحيه اليمين، زلزولي، زلزولي معاه الكره في الطرف اليمين، يلعب الكره العرضيه، فيران توريس
فيران توريس يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مالي. يكمل من ناحية اليمين ويلعب الكرة العرضية البديل من أول لمسة، يلعب الأسيست الرائع، يقطع على الجول، يروح بإيجابية ويحط الكرة العرضية. فيران توريس ما يلاقيش أي صعوبة غير أن يحطها في الشبكة، واللقاء يخلص 2-2 في الدقيقة 36. في الدقيقة 36 كل الظروف ممكنة دلوقتي أن برشلونة يخلص 3-2، نوصل لضربات الترجيح أو توتنهام يرجع تاني للتقدم. 2-2 بدأها ليفاندوفسكي، أوليفر سكيب يسجل هدفين للسبيرز، وادي فيران توريس البديل يسجل. اتلعبت حلوة قوي، اتلعبت من كوندي رائعة في الطرف اليمين ليامال اللي أخذ الطرف اليمين ولعب بشماله لفيران توريس. هل كان على نفس الخط ولا كان سابق البديل لامين يامال؟ لامين يامال على طول يعمل الاسيست وهدف التعادل لصالح نادي برشلونة. 2-2 في مباراة الثقة قبل بداية القطر الأوروبي. 4 و5 دقايق. يا ولد يا ولد، اخطف الكاميرا كمان، اخطف الكاميرا كمان وكمان. يا ولد على البينية، هيخلصها البارسا، هيخلصها انزو فاتي، انزو فاتي، التسديدة البلوجرانا، هو هو، اديها تيكي تاكا تديك الهدف الثالث. يا سلام على انزو فاتي، يدخل في العمق، لكن بدأت من عند زلزولي لما قطعها، توصل عند يامال اللي رقصني وانا قاعد، تتلعب في العمق ولكن توصل لانزو فاتي اللي بيسجل الهدف الثالث. وما نلعبش ضربات ترجيح ابدا ابدا، تشافي بتبديلاته، تشافي بحركاته، تشافي بتكاته، على طول الهدف الثالث لصالح برشلونة والهدف الخامس في اللقاء. على فكرة النتيجة اللي كانت متوقعة في كتير من المواقع قبل بداية اللقاء ان برشلونة يفوز 3-2، ان توتنهام يسجل، ولكن البارسا كان هيخلص بثلاث اهداف. يا مال مهارة عالية قوي، بص الطريقة دي، يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك، رجلون راح فين سيرجيو، رجلون راح فين، بص يا مال ويحطها على الارض. فيران توريس الرائع، فيران توريس يستلم باليمين ويأسست بالشمال لإنزو فاتي، حط الرجل في ظهره والزاوية البعيدة يتفرج عليها فيكاريو، أنقذ واحدة وأنقذ التانية، لكن التالتة تبتة. لا هاتها من الأول يا رجل، هاتها من الأول، حلوة الأسيست ماشي، فيران توريس رائع مفيش كلام، إنزو فاتي أحلى، تمام تمام، لكن هات لنا ترقيصة يامال، هات لنا ومتعنا بترقيصة يامال تاني. 3-2 برشلونة في استعداداته الأخيرة، هدف ثالث. توصل الكرة، بص الجمهور، بص الجمهور يعدي الراجل هنا، يا مال بيرقص لكن الراجل تعب، الراجل رجلون تعب، تترد البرشلونة، ممكن رابع، ممكن رابع، زلزولي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الزلزولي مكتوبه له، حاول مرة واثنين وثلاثة لكن الرابعة يا زلزولي، الرابعة يا زلزولي، وبرضه من يا مال، لكن الراجل كان مصاب، الراجل قال لك كفاية، سيرجي قال لك كفاية، لكن تتلعب عند الزلزولي بعرضية رائعة، بعرضية رائعة وهدف، هدف لصالح الزلزولي، عبد الصمد الزلزولي يسجل هدف رابع لصالح برشلونة. حد يصدق ان من 5 دقايق برشلونة كان متأخر بهدفين؟ حد يصدق ان من 5 دقايق برشلونة فعلا كان متأخر بهدفين؟ 4-2 في حفلة رائعة في البيت الجديد والمؤقت لحين طبعا التجديدات في الكامب نو، الملعب المؤقت لصالح فريق برشلونة، يتقدم 4-2 لويس كامبانيز الأولمبي. برشلونة برباعية يحصل على خوان جامبر، هنا يخلص توتنهام، جات له الفرصة ما خلصش، لكن برشلونة يخلص على طول بهدف والتانية.